السلام عليكم، انا عبد الله توكريم، اليوم تفوت الحلقه من برنامج دي متعود. حتى انا عبد الله توكريم اليوم نقدم لكم برنامج دي متعود. صافي، واحد كيقدم البرنامج اللي هو انا. اللي هو انا برنامج ديما تعاود اللي هو عباره عن برنامج ثقافي ترفيهي بامتياز، واللي كيتكون مجموعه من الفقرات، فقره اكس ارت، هيتيك، كود هيت. غندوب اول فقره اللي هي فقره اكس ارت. بالنسبه لهذه الفقره كتكون من اكس موفي، غنعرضوا فيها مجموعه من الافلام والمسلسلات الجديده، وبيبلومانيا غنديروا فيها مراجعه بعض الكتب والروايات، وفوتو وفيديو، وغنعرضوا فيهم بعض الصور والفيديوهات. تريبل فرونتير، فيلم من انتاج نتفليكس اللي حققت من خلاله نجاح كبير. بدا العمل على الفيلم من 2010 ولغيت من الاصدار ديالو في هذا العام. نتعرفوا لي اكثر مع هذا الاعلان. الفيلم كامل داير على عملية سرقة قاموا بها 5 الأشخاص اللي هما في الأصل كانوا جنود في الجيش الأمريكي، واللي بعد ما تقاعدوا عاشوا ظروف صعيبة حتمت عليهم يتجمعوا من جديد باش يخططوا للسرقة. سرقة ثروة كبيرة من واحد من كبار تجار المخدرات في البرازيل. عنصر التشويق حاضر بشكل قوي في الفيلم وما يمكنش توقع نهايته قبل. ثم تريبل فرونتير واللي كتعني الحدود الثلاثة، لأن الأحداث وقعت حدود البرازيل، الباراغواي، الأرجنتين، يعني ثلاثة الحدود. بين أفليك، غاريت هيدلاند، تشارلي هونم، بيدرو باسكال، أوسكار أيزاك بدعوا بشكل قوي في أداء الأدوار ديالهم، خصوصا بين أفليك اللي استطاع رجع الساحة الفنية بعد تراجع الملحوظ. وأخيرا أهم درس يمكن يستفد الواحد من هذا الفيلم هو عمرك تفكر في العشاء وانت أصلا مازال ما تغديتيش. I'm your masters of war. The question is, do we finally get to use our skills for our own benefit? We're gonna get Gabriel Martin Larea. He's got over $75 million in cash. If we're not gone forever after you make your move, we are dead. We need to hunt quickly. You cannot stay. They will find us. It's always a little harder than you think it's gonna be. We don't need nonsense like that! This is not what I signed up for. A lot of people are gonna come after you. So we go through. La Casa de Papel, مسلسل مشهور بزاف من إنتاج نتفليكس، واللي تعتبر أفضل مسلسل تاريخي غير إنجليزي. مسلسل إسباني بامتياز، وبطلب كبير من جماهير نتفليكس غتعلن على الموسم الثالث. قصة جديدة لكن نفس الشخصيات، مع احتمال عودة بيرلين، خصوصا بعد الإعجاب الكبير اللي تلقاه من طرف الجمهور ديالو، واللي تم الإصدار ديالو هذا العام. كما يقال الكتاب خير جليس. الكتاب اللي نقدم لكم اليوم هو كتاب كيتميز بطابع خاص واسلوب متميز، كتاب نظريه الفسطى للكاتب والصحفي فهد عامر الاحمدي. قدم من خلاله مجموعه من النصائح خصوص تطوير الذات من خلال مجموعه من الافكار والنظريات. نشوفوا هذا الكتاب. ما هي خطتك في الحياه؟ هنا غيأكد لنا الكاتب على أن الأشخاص الناجحين هم الأشخاص اللي واضعين خطة عمل. نفسك أولا. فهاد النظرية غيوضح لنا الكاتب على أنه من الضروري على الإنسان يتعرف على نفسه ويفهمها مزيان قبل ما يحاول يتعرف على الآخر أو يفهمه. ويمكن اختصار هذه النظرية في قول الكاتب: من أهم أسباب فشلنا في الحياة جهلنا بأنفسنا.
إن لم تحلم به فكيف ستحققه إذن؟ هنا غيتحدث لنا الكاتب على الدور الانعكاس ديال الأحلام الطفولية في تحقيق الأهداف والإنجازات المستقبلية، بحيث كل ما كان الحلم كبير كل ما كيكون الإنجاز أكبر في المستقبل، والعكس صحيح. الحاجة اللي يمكننا نستخلصوها من هذه النظرية، لا يمكن إنجاز حلم غير موجود أو تحقيق هدف لا يشغل بالك. لا تفكر بالنجاح بل بخلق عادة ناجحة. هنا كذلك غيوضح لنا الكاتب واحد المسألة مهمة، هي أن النجاح كيتعلق بالاستمرارية ماشي بالكمية، وما كيتعلقش بالمجهود بل بخلق عادة يومية ماشي مهم تكون بسيطة، لكن الأهم أنها تكون مستمرة. ما يمكن استخلاصه من النظرية الإنجاز الناجح يتطلب خلق عادة يومية وليس التفكير بحجم النتيجة أو الهدف النهائي. واخيرا نظريه الفستق. هنا غيتكلم لنا الكاتب على نظريه سماها بنظريه الفستق، واللي اختارها باش تكون عنوان الكتاب ديالو، واللي مضمونها انه يمكن اي فعل مفاجئ صغير غير متوقع يتسبب في مآسي كبيره ودائمه. ما يمكن استخلاصه من النظريه. اذا اردت ان تتفادى الاخطاء الكبيره عليك اولا تفادي المسببات الصغيره. هاد الصوره اللي كتشوفوا معنا دابا، هاد واحد المجموعه، واحد العصابه اللي خططوا مجموعه من رجال الشرطه كما كتشوفوهم تحت تهديد السلاح، واللي التقطه كان واحد الشخص ديز من تما هو التقط. المشاهير غالبا كيميلوا للعيش بطرق مختلفه. 50 شخص من مشاهير العالم يقوموا بواحد الحفله على متن طائره ايرباص A310 لدى 6 دقائق على بعد 8500 متر، وهذا الشيء كامل باش يجربوا شعور ديال رواد الفضاء فاش كتنعاد من الجاذبيه، حيت عاشوا واحد التجربه جديده ومتميزه. خليكم معاها تشوفوا. Big City Beats in cooperation with the European Space Agency will build a club for the most spectacular pre-party into zero gravity. Zero G, the Platinum VIP Club. يوم 25 مارس 2019 كانت يوم عادي بالنسبه لابل، بل متميز. فهاد النهار ابل داروا واحد المؤتمر اللي كان مفاجاه بالنسبه للمستخدمين تاعهم، اللي رزات من خلاله مجموعه من الخدمات تعرفوا على البعض منها. من بين اهم الخدمات اللي صرحت بها ابل في المؤتمر اللي دارته مؤخرا 25 مارس 2019 خدمه ابل تي في بلس، واللي كتمكن المستخدمين ديالها من مشاهده جديد الافلام والبرامج الحصريه مع المزيد والمزيد من الامتيازات والمزايا. ابل نيوز بلس، هذه الخدمة متوفرة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ومن المتوقع توفر في أوروبا في نهاية هذا العام. صرحت أبل أن أكثر من 5 مليار مقالة تقرأ داخل أبل نيوز، الشيء اللي كيجعل هذا التطبيق الإخباري كيتميز بالمصداقية، أو كيف ما وصفته أبل بأنه دفاع ضد حيلة العناوين البراقة ومحتوى فارغ، يعني أنها كتركز بزاف على جودة الصحافة، كما أنها دمجت هذه الخدمة مباشرة
تطبيق الأخبار لكي تضمن مجموعة من المجلات كناسيونال جيوغرافيك ونيويورك. وأخيرا هذه الخدمة كتمكن من مشاركة الأخبار مع العائلة واللي تقدر توصل لخمسة الأفراد بدون أي تكلفة إضافية. خدمة أبل كارد أو بطاقة أبل مكناس أبل المستخدمين ديالها من الحصول على هذه البطاقة بشكل سهل واللي كتمكنهم من تتبع عملية الشراء موعد الدفع، كما أنها كتمكنهم من الحصول على مكافأة بنسبة 2% مستردة من المبلغ المدفوع باستخدام هذه الخدمة، وهي بطاقة عادية بحالها بحال بطاقة الفيزا أو الماستر كارد. وسبق لك شي نهار فكرتي انه يمكن لك تخلص عن النعاسات وبثمن مزيان؟ هذا واحد العرض قدموه مجموعه من العلماء ديال الفضاء الالمانيين اللي قدموا فيه 18500 دولار مقابل انك تنعس في واحد السرير مده 60 يوم. باش تفسروا اكثر، هما طالبين 24 فرد، 12 من الذكور 12 من الاناث، طبعا بشروط بحال انهم يكونوا كيهضروا باللغه الالمانيه، ومطلوب منهم يبقاو ناسين في الاسره ديالهم لمده شهرين في مقر المركزي الفضاء الالماني كولونيا بدون ما يتحركوا، بحيث انهم يوفروا لهم جميع الظروف الملائمه كالاكل والاستحمام وغير ذلك. كما ان كل سرير كيكون مايل بحوالي 6 درجات في منطقه الراس لمحاكاه انزياح السوائل كيف ما كيوقع مع رواد الفضاء. والهدف من هادشي كامل هو دراسه الراحه الطويله في الفراش لفهم تاثير الجاذبيه على رواد الفضاء خلال رحلات طويله، مثلا الى المريخ او الى عطارد او الى الزمردة. فقط التطبيق غنشوف واحد التطبيق اللي زوين اللي سميتو انلايت بيكسالو، عباره على واحد التطبيق اللي تحدث مؤخرا واللي كيمكن من معالجه اي صوره من خلال مجموعه من التاثيرات والاضافات، وكيمكن كذلك من تحريك اي عنصر او عناصر ثابته في الصوره. وبتقنيات حديثه خليكم تشوفوا هذا الاعلان تاعو. التقنيات الصناعية بصفة عامة الهدف منها واحد، هو أنها تمكن الصانع من تصميم أو إنتاج أدوات ووسائل اللي كتلائم احتياجات الزبون. لكن تطور التقنيات كيتجه اليوم قوة باش تحول الزبون من مستهلك إلى منتج أو صانع أيضا. ومن بين هذه التقنيات كانوا قاو طبيعة ثلاثيات الأبعاد، واللي هي عبارة عن واحد الجهاز اللي كيمكن أي واحد من أنه ينتج أو أي منتوج يحتاجه بنفسه، مثلا أحذية، ملابس، مواد بناء. نتعرفوا أكثر على هذا الجهاز. ربما كانت فكرة امتلاك طابعة ثلاثية الأبعاد مجرد فكرة متخيلة أو وهم قبل سنوات قليلة ماضية، لكن في الوقت الحاضر هي فكرة حقيقية مجسدة على أرض الواقع. إذن فما هي الطابعة ثلاثية الأبعاد؟ الطابعة ثلاثية الأبعاد شكل من أشكال تكنولوجيا التصنيع بالإضافة، تعمل على تكوين جسم ثلاثي الأبعاد بوضع طبقات رقيقة ومتتالية من مادة معينة بعضها فوق بعض. تتيح الطابعة ثلاثية الأبعاد المتطورة القدرة على طباعة أجزاء متداخلة ومعقدة التركيب، حيث تمكن من صناعة أجزاء من مواد متنوعة وبمواصفات فيزيائية وميكانيكية مختلفة أيضا، لتأتي مرحلة تركيبها مع بعضها البعض. توظف الطابعة ثلاثية الأبعاد في ميادين عدة كالطب والصيدلة، الهندسة، التغذية، صناعة الأزياء والأكسسوارات، البناء، والصناعات التكنولوجية الحديثة إلى غير ذلك.
فباستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد تم تصميم نموذج أولي لعين تستطيع إعادة البصر لفاقديه ومنح نظر ثاقب للأشخاص السليمين. كما تم زرع أول جمجمة لمريضة عمرها 22 سنة من طرف طاقم طبي من مستشفى المركز الطبي الجامعي شمال هولندا، وكذلك صناعة غشاء يحيط بشبكة القلب بهدف تنظيم ضرباته تفاديا للأزمات القلبية على المدى الطويل. أما فيما يخص مجال التغذية، فقد اقتحمت الطابعة ثلاثية الأبعاد مجال الصناعات الغذائية من أوسع أبوابها، خصوصاً بعد ابتكار آلة فودن الإسبانية والتي تقوم بإعداد مختلف الأطباق والوجبات الطازجة. وباستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد نجحت شركة صينية في صناعة منازل ثلاثية الأبعاد مكونة من 5 طوابق خلال مدة وجيزة، وقد يستغرق بناء منزل بمساحة 60 متر مربع بالاعتماد على هذه الطابعة من 12 إلى 24 ساعة مع المزيد والمزيد من الابتكارات والمزايا الأخرى. وأخيرا غنتقلوا للحديث على المجال الصحي في فقرة جود هيلث، اللي غنتناولوا فيها الحديث على بعض فوائد السكر على مستوى الرئة. توصلوا بعض الباحثين من جامعة مانشستر البريطانية لواحد الدراسة اللي كتعتبر أن استنشاق السكر قد يساعد المناعة في الرئة على محاربة الالتهابات الرئوية. أضاف المجموعة من الباحثين اللي أكدوا أيضا أن تحفيز خلايا الرئة مع مزيد من السكر يساعد فعلا جهاز المناعة على محاربة الالتهابات على مستوى الشعب الهوائية اللي تتسبب في السعال وكذلك بعض الأمراض الرئة المزمنة كالربو مثلا. وأخيرا وصلنا لنهاية الحلقة. كنشكر محسن اللي عاوني في التصوير وناصر اللي ورا الكاميرا اللي ما بغاش يبان معنا ومحمد أرشيد، وكنشكر خديجه اللي عاونتني في الاعداد تاع الحلقه، وكنشكر اي واحد عاوني في الاعداد تاع الحلقه باش تكون ناجحه. وما بقى لي غنودعكم Never lie, never lie.